مجلس اتحاد كرة القدم. الحقيقة طبعا شرف ملعب وشرف ان يكون في منظومة يسعد مدينة كبيرة زي الشهد المصري في وجودنا مع قيادة المنتخب الوطني في ظروف مهمة جدا في وقت مهم جدا. وشرفنا اكتر اللي كنت اتمنى في يوم من الايام ان انا اكون مدير فني لمنتخب مصر ان يقوم بتكليف للشعب المصري والقيادة السياسية الموجودة في مصر. كنت اتمنى في يوم من الايام اني احصل على وجودي في تدريب منتخب مصر عن طريق تكليف مهم جدا من اهم عناصر الدولة وهي الشعب المصري والقيادة السياسية وطبعا بإرادة اتحاد الكرة المصري الموجود حاليا وكل شيء طبعا كل تحياتي اليوم. أنا مش هزود كتير كلام على كلام كابتن إبراهيم ولكن منتخب مصر اللي أنا شفت خارج مصر مع أساطير الكرة الأفريقية وكل الإدارات الموجودة في الاتحادات الأفريقية في خارج مصر كبيرة جدا. منتخب مصر كبير جدا الناس كلها بس احنا مش مستوعبينها الناس اللي في الخارج بتنظر لمنتخب مصر نفسهم ان هم مجلس اتحاد كرة القدم. الحقيقة طبعا شرف ملعب وشرف ان يكون في منظومة يسعدنا مدينة كبيرة زي الشهد المصري في وجودنا مع قيادة المنتخب الوطني في ظروف مهمة جدا في وقت مهم جدا. وشرفنا اكتر اللي كنت اتمنى في يوم من الايام ان انا اكون مدير فني لمنتخب مصر ان يقوم بتكليف للشعب المصري والقيادة السياسية الموجودة في مصر. كنت اتمنى في يوم من الايام اني احصل على وجودي في تدريب منتخب مصر عن طريق تكليف مهم جدا من اهم عناصر الدولة وهي الشعب المصري والقيادة السياسية وطبعا بإرادة اتحاد الكرة المصري الموجود حاليا وكل شيء طبعا كل تحياتي اليوم. أنا مش هزود كتير كلام على كلام كابتن إبراهيم ولكن منتخب مصر اللي أنا شفت خارج مصر مع أساطير الكرة الأفريقية وكل الإدارات الموجودة في الاتحادات الأفريقية في خارج مصر كبيرة جدا. منتخب مصر كبير جدا الناس كلها بس احنا مش مستوعبينها الناس اللي في الخارج بتنظر لمنتخب مصر نفسهم ان هم مجلس اتحاد كرة القدم. الحقيقة طبعا شرف ملعب وشرف ان يكون